مساء الخير. نهار اليوم كانت الأجواء صيفية معتدلة، ووصلت درجة الحرارة ل 29 درجة مئوية. هاي الليلة بتكون الأجواء لطيفة بالعاصمة عمان، بتوصل درجات الحرارة ل 18 درجة مئوية. غدا النهار بتكون الأجواء حارة، وبتوصل درجات الحرارة خلال ساعات النهار ل 30، وبالليل بتنخفض ل 16 درجة. يوم السبت والأحد بترتفع درجات الحرارة وبتكون الأجواء حارة، بتوصل درجات الحرارة بالنهار ل 32، وبالليل بتنخفض ل 20 درجة. بنستعرض درجات الحرارة في المدن الأردنية. بداية في المناطق الشمالية، جرش المفرق 17 غدا 30، عجلون 18 غدا 28، إربد 19 وغدا 29، وأجواء معتدلة. السلط 19 غدا 31، الزرقاء 20 غدا 30، مطار ملك علياء 17 غدا 31، البحر الميت 25 وغدا 38، وأجواء حارة. جبال الشراه 19 غدا 26، الطفيلة 20 غدا 27، الكرك 17 غدا 28، مندبة 18 وغدا 30، وأجواء حارة. البتراء 21 غدا 29، معان 20 غدا 32، وادي رم 24 غدا 35، العقبة 29 وغدا 38، وأجواء شديدة الحرارة. ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية. بداية دمشق نهارا 34 ليلا 17، بيروت 28 ليلا 23، القدس 28 ليلا 19، القاهرة 37 وليلا 23، وأجواء لطيفة. بغداد نهارا 40 ليلا 27، الكويت 43 ليلا 33، منامة 37 ليلا 32، الدوحة أجواء مغبرة 42 وليلا تنخفض إلى 29. مسقط 35 ليلا 30، أبو ظبي 35 ليلا 32، الرياض أجواء مغبرة 39 ليلا 25، صنعاء 29 وليلا 16، وأجواء معتدلة. لهون بتكون نهاية نشرتنا لليوم. بشكركم على متابعتكم وبرجع لليلى. شكرا جود.